درجات ومسافة الميل ونصف الميل. يبدأ الاندفاع إيكوال مايلر القادم من الميادين الأرجنتينية من المسار الخارجي، وأشاهد أيضا إيفن إنجهيل يقود هذا الشوط مع البداية، يقود هذا الشوط في هذه الأثناء من المسار الداخلي. أشاهد أيضا محطم من المسار الخارجي في المركز الثاني، انتر بوي يراقب في المركز الثالث، وايضا ايكوال مايلر يراقب في المركز الثالث الان، يتقدم مع حضور لريفنر ستريت للمركز الثالث من المسار الداخلي، فيما ايفنينغ هيل ابن هاربر واتشور صاحب الانتصارات الاربعه يقود هذا الشوط، يتابع للاسطبل الازرق لابناء الامير محمد بن سعود الكبير محطم في المركز الثاني يتابع الموقف، وايضا بقيه الاسماء أتابع، لا أزال أتابع أيضا إيكوال مايلر في المركز الثالث، وإلى جانبه انتر بوي ابني اسطبل البيرق، وقادم أيضا ساوثن جالاس من المسار الخارجي في شوط الإثارة، في شوط الندية الكبيرة المنعطف ما قبل الأخير. ساوثرن جالاس من المسار الخارجي محطم أيضا، والحضور يأتي من بقية الأسماء. نيتف بروسبكت من المسار الخارجي يأتي في إثارة قوية، وقبل الدخول للأربعمائة متر الأخيرة نيتف بروسبكت يتقدم، يتقدم من المسار الخارجي الأربعمائة متر الأخيرة. نيتف بروسبكت يقود بكل قوة، يقود راموس بكل قوة من المسار الداخلي، وشاهد أيضا الدخول يأتي من أقدر، ويأتي أيضا من المسار الخارجي لهيبو في إثارة قوية وفي حضور قوي. إذا هيبو للمركز الأول، للمركز الأول هيبو على خط النهاية، هيبو بطل لكأس سمو سيدي ولي العهد للمستورد. ألف مبروك هذه الإثارة.